السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معلش بقى سامحوني النهارده يعني طالع بالايس كاب، لان الجو عندنا في بورسعيد برد جدا جدا جدا، وانا كان بقالي فترة تعبان، فكنت حابب ان انا اطلع بالفيديو برضه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو شروط الحصول على الجنسية المصرية بالنسبة لكل المواطنين الاجانب، او بمعنى اصح كل اجنبي اتولد في مصر او عاش في مصر فترة وبعد كده حابب ان هو يحصل على الجنسية المصرية. ولكن في البداية خلينا نكون واضحين ان الفيديو ده مخصص للمواطنين الاجانب اللي عايزين يحصلوا على الجنسية المصرية، ولكن حضرتك كمواطن مصري بمجرد ولادتك داخل جمهورية مصر العربية بتحصل على الجنسية المصرية تلقائي. لازم نكون عارفين ان بالفعل الجنسية المصرية ناس كتير من الاجانب يتمنوا الحصول عليها، او يتمنوا ان هم يعيشوا على ارض مصر ويعيشوا بشكل شرعي تماما، وانهم يكونوا يا معاهم الاقامة يا الجنسية. معلش ممكن ناس كتير تختلف معايا وتقول لي يا استاذ احمد بلد ايه اللي عايزين ياخدوا الجنسية بتاعتها؟ ده احنا عندنا ناس كتير من المصريين بيتمنوا يهاجروا ويسيبوا البلد. ولكن خليني اقول لك ان صوابعك مش زي بعضها، زي ما في ناس كتير عايزة تهاجر وتسيب البلد، في ناس كتيرة تتمنى ان هي تحصل على الجنسية المصرية وتيجي تعيش في مصر. في كل حال من الاحوال مصر بلد جميلة، كل الناس او ناس كتيرة تتمنى بالفعل ان هي تعيش فيها، ولكن في بعض الاشخاص بيبقوا عايزين يهاجروا او ياخدوا تجربة جديدة، او شايفين ان هم ملهمش حظ في البلد. لا ده غلط ولا ده غلط، المهم ان احنا النهاردة هنتكلم على طريقة الحصول على الجنسية المصرية. وعشان ما اطولش عليكم، المادة رقم 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بمنح واصدار الجنسية المصرية بانه تمنح الجنسية المصرية بقرار من السيد وزير الداخلية، وحددت الحالات التي يمنح بعدها الجنسية المصرية، وكانت كالآتي: رقم 1، لكل من ولد في مصر لأب مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. وهنا لو واحد اتولد في مصر لأب مصري وأم غير مصرية ولكن إقامته العادية والحالية في مصر، يقدر يقدم طلب التجنس والحصول على الجنسية المصرية بعد وصوله لسن الرشد. وبعد وصوله لسن الرشد هيتم فحص الطلب الخاص به للتجنس والحصول على الجنسية المصرية، ولو الموقف بتاعه سليم هيحصل على الجنسية المصرية بكل سهولة. ثانيا، لكل من ينتمي الى الاصل المصري متى طلب التجنس بالجنسيه المصريه بعد 5 سنوات من جعل اقامته العاديه في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. وهنا لو واحد او واحده بينتمي للاصل المصري زي الجدود او غيرهم وعايش في مصر الاقامه العاديه الطبيعيه بتاعته لمده لا تقل عن 5 سنوات، يقدر بعد ال5 سنوات ان هو يقدم طلب التجنس والحصول على الجنسيه المصريه ويتم فحص الطلب، ولو الطلب سليم بيحصل على الجنسيه المصريه بقرار من السيد وزير الداخليه، ولكن طبعا لازم يكون بلغ سن الرشد. ثالثا، لكل اجنبي ولد في مصر لاب اجنبي ولد ايضا فيها، اذا كان هذا الاجنبي ينتمي لغالبيه السكان في بلد لغته العربيه او دينه الاسلام متى طلب التجنس خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد. والكلام ده معناه ان لو في مواطن اجنبي اتولد في مصر وابوه كمان اجنبي وبرضه اتولد في مصر، ولكن المولود بلده الاصليه التي ينتمي ليها هي بلد مسلمه او لغتها العربيه هي اللغه الاساسيه، فمن حقه تقديم طلب التجنيس خلال سنه بعد بلوغه سن الرشد، ويتم فحص الطلب، ولو الموقف الامني بتاعه سليم ومفيش عليه اي مشاكل بيحصل على الجنسيه المصريه. رابعا، لكل اجنبي ولد في مصر وكانت اقامته العاديه فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنه من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسيه المصريه وتوافرت فيه الشروط الاتيه. والكلام ده معناه ان كل مواطن اجنبي اتولد في مصر وكانت اقامته العاديه فيها والدائمه ليه الحق ان بعد بلوغه سنه واحده من بلوغ سن الرشد ان هو يقدم طلب التجنيس للحصول على الجنسيه المصريه، ولكن هناك بعض الشروط لازم تكون موجوده فيه علشان يقدر يحصل على الجنسيه المصريه، والشروط دي كانت كالاتي: رقم 1، ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهه تجعله عاله على المجتمع. رقم 2، ان يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في اي قضيه مخله بالشرف ولم يرد الاعتبار اليه. رقم 3، ان يكون ملما باللغه العربيه يعني بيعرف يتكلم لغه عربيه كويس. رقم 4، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب يعني يكون بيشتغل ويقدر يصرف على نفسه، لأن أكيد مش هياخد الجنسية المصرية وهو مش قادر يصرف على نفسه، يعني هتبقى يعني هي المشرحة مش ناقصة قتلة زي ما بيقولوا يعني، فبالتالي لازم أنت تكون بتشتغل وتقدر تصرف على نفسك وتقدر تصرف كمان على أهلك علشان تقدر تاخد الجنسية المصرية. ودي كل الشروط الخاصة بالبند الرابع للحصول على الجنسية المصرية لأي مواطن أجنبي اتولد في مصر وعاش فيها لحد بلوغه سن الرشد. والحالة الخامسة والأخيرة للحصول على الجنسية المصرية للأجانب، كل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوفرت فيها الشروط المبينة في البند الرابع.
والكلام ده معناه ان كل اجنبي عاش في مصر 10 سنوات متتاليه قبل تقديم طلب التجنيس وكان بالغ سن الرشد وتتوافر فيه كل الشروط المبينه بالبند الرابع اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، يقدر لو متوافر فيه كل هذه الشروط يتقدم بطلب التجنس للحصول على الجنسيه المصريه، ويتم فحص الطلب ولو موقفه سليم هيقدر يحصل على الجنسيه المصريه بكل سهوله. وبس كده، دي كانت كل المعلومات التي تخص الحصول على الجنسية المصرية بالنسبة للأجانب، وأتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس، وأتمنى أيضا أن أي شخص حابب يحصل على الجنسية المصرية وكانت تنطبق عليه كل هذه الشروط ويتمنى فعلا أن هو يعيش في مصر، ياريت فعلا يحصل عليها ويحقق ما يريد. مصر طول عمرها بلد جميلة وبتحتوي أي أجنبي، وكلنا بنشوف في القاهرة واسكندرية وشرم الشيخ والغردقة عدد كبير من الأجانب عايشين فيها وبيحبوها جدا، وهي بصراحة تتحب بجد والله، مصر تتحب، ولكن احنا علشان عايشين فيها مش حاسين بقيمتها، لكن هي بلد من أجمل البلاد في العالم. كده أنا خلصت، أتمنى أكون ما طولتش عليكم ويكون كل المعلومات وصلت لكل الناس بكل سهولة وبقوا مفاهمين دلوقتي إزاي تقدروا تحصلوا على الجنسية المصرية بالنسبة للأجانب. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.